السلام عليكم. المهم اشرحي لنا شكون انتي، شنو عندك، المشكل اللي عندك، وشنو كطلبي منه. السلام عليكم، انا سلام خديجه، كنسكن في قصريه سباته، وانا اللي كنطلب من الناس المحسنين غير يتساعدوا معايا ويعاونوني. مريضه، عندي الميكرو في الدم، ودابا ملي دوزت لقيت عندي حبوبه في المعده. دابا كنتسنى غير دايره تحليله، كنتسنى غير تحليله تخرج ليا باش يعرفوا اشنو عندي، واش محتاجه العمليه ولا اشنو. دابا اللي كنطلب من الناس يتساعدوا معايا ويعاونوني، حنا ناس على قد الحال، وانا اللي كنت خدامه كنت معاونه دارنا معاوناهم، والحمد لله مرضت. دابا اللي كنطلب من الناس والمحسنين يوقفوا معايا ويعاونوني على قبل صحتي. انا بغى صحتي، ما بغى حتى شي حاجه اخرى، بغيت نرجع غير كيما كنت. هادشي اللي كنطلب، ونعاون دارنا ونهزهم كيما كنت. عرفنا انك انت هي اللي كنتي تتعاون الاسره ديالك، عندك الام كبيره في السن، الاب ديالك ما كيشوفش، يعني في الظرفيه هذه وفي الزمن اللي كنقولوا حنا زمن كورونا، كيفاش كتعيشي انت والاب ديالك اللي كنعرفوا انه ما كيشوف؟ كان عايشوا بشي ظروف. خليها هي تزعم. وانا اللي مقابله. ودابا انا اللي كنت مقابله، ولكن الايامات ملي مرضت شويه امي اللي مكلفه بينا. دابا مقابلة أنا مسكينة، حنا بجوج، ويد مساعدة ما كاينش اللي غادي يعاوننا، الحمد لله. يعني من كتجيبوا المصاريف، الأكل، كيعاونونا الناس. لا لا لا، تكمل هي وغادي ندوز عندك. يعني كيفاش كت تشوفوا مصاريف الأكل؟ كيتساعدوا معانا الناس والعائلة، صحاباتي اللي خدامة معاهم، كيتا هما كيتساعدوا معايا ويعاونوني. عرفنا بأنك عندك عملية يعني قريبة، شرحي لينا ديك العملية اش غيوقع فيها؟ العملية باقي ما عرفتش، كنتسنى غير التحليلة تخرج ليا، تخرج ليا وعارفوا اشنو عندي، واش عندي العملية ولا شنو. حيت دابا الماكلة ما كناكلش، دابا تقريبا ملي وقعت الحج ونمرت، يعني تقريبا جي شهر الماكلة ما كناكلهاش، يعني غير شي حاجة جارية بحال العصير ولا الحسوة، داكشي اللي كنقد عليه. بالنسبة للأب ديالك اللي هو ما كيشوفش، كيفاش الوالدة ديالك كتكلف به؟ يلي معاونة، يلي كتطيب ياكل وردي ليه البال. كيفاش كنتي في صحيحتك؟ كيفاش كنتي كتقابلي الأب ديالك؟ عاودي الناس باش يعرفوا أن راه عندك مسؤولية كبيرة، راه أن عندك أم مسنة وعندك أب ما كيشوفش. خدامة الحمد لله، كنت بخير، وخا كان عندي الميكروب في الدم. المهم ما كنتش حاسة، يعني على قبل والديا خدامة مساعدة معاهم، معاونهم الحمد لله، ما مخليهم محتاجين حتى شي حاجة، مساعدة معاهم الكرا على الصير الحمد لله. حتى لهذا الوقت اللي صار فيه هذا المرض، بركنا من الخدمة، دهورت الصحة ديالي ودرتني المعدة ديالي بزاف، ودوزت وشي اللي قالوا لي راه اشنو عندك؟ مجوجة؟ لا مجوجاش. يعني باش كطالب المحسنين؟ دابا اللي كنطلب من المحسنين يتساعدوا معايا ويعاونوني ويوقفوا معايا ومع والديا، حنا ناس على قد الحال، والحمد لله هادشي اللي كنطلب منهم، تعاونوا معايا وترجع لي غير صحتي كما كانت، باش نبقى واقفه مع والديا ونبقى خدامه عليهم. هادشي اللي كنتمنى وكنطلب منه، صحتي ترجع لي. فاش كنتي خدامه؟ خدامه في الخياطه في معمل صغير، واللي خدام فيه كناكل منه طرد ديال الخبز مع والدي. بالنسبة للإخوان ديالك، خوتك، خواتاتك، ما كاينش شي واحد اللي ما خدامش؟ خوتي، ولكن مساكن تاهما على قد الحال ما خداميش، كانوا مدوزين الحبس، ودابا تاهما مشردين على حساب السكنة ديالنا، ضيقنا، بغاو شي بالكم أنا كاع كضيق، كل واحد فين ساكن في البارك، واحد كبير مريض مرض عقلي، وهاد خواتاتي تاهما مجوجين، المهم كل عندهم مشاغل مع ولادهم راك عارف. نداء المحسنين المرة الثانية. ودابا اللي كنطلب المحسنين، أنا اللي خدامة على دارنا ومعاونة معاهم، راه الناس كلشي يعرفوني، معاونة معاهم، معاونة مع والديا. ودابا اللي كنطلب منهم
يد المساعدة الله يجزيهم بخير ووقفوا معايا، بصح حتى ترجع ليا كيما كنت ونبقى واقفة مع والديا، هادشي اللي كنطلب من الله ومن المحسنين. من غير الحالة الصحية اللي محتاجة انت هي والديك شنو يبغيو حتى هما في هذا الظرف ديال زمن كورونا؟ الكرا ديال الدار، مصاريف، شرح الناس. الكرا دابا هما كرا واقف علينا كاع واخا كاينة هاد كورونا. شرح الناس. لازم راه عارف كي ضروري خاصني لوازين تعاونوا معنا على الكرا. شو الكرا شوية قاصعة علينا و وما كاينش اللي مساعد معانا. سيبو، أنا هكا نتحمل.